أخويا، إحنا ذكرنا قبل الأيام الأسبوع اللي راح نعم اللي ذكرت أنه أكو عملية يعني السيطرة على الغاز العراقي باتجاه أن يكون سلاحا فتاكا بيد الأمريكان، وهذه مهمة كلش، لأنه الآن هي حرب الطاقة اللي جاي تتحرك بالمناطق. والحمد لله هذا الأسبوع جاء التأكيد واضح جدا، يعني التأكيد لافروف زار العراق ب وفد كبير. هذا الوفد لديه يعني صلاحيات، وهو وفد الحرير أنا في تقديري هكذا، لأنه هو نفس الخطاب الصيني اللي جبيه، هو التشويه. هذا الحضور اللي حصل هو من أجل أغراض لها علاقة بالأمريكان، لها علاقة بهذا الواقع المر اللي جاي نعيشه للأسف الشديد. فذكرت لك أنه السيد مسرور برزاني طرح من خلال مؤتمر الطاقة في دبي من أن كردستان ستتحول إلى مركز طاقة عالمي مهم، وبالتالي هذا جاي يتحرك بهذا الاتجاه. فلافروف إجي من أجل أن يوصل للعراق رسالة مهمة وإغراءات اقتصادية وعسكرية مهمة للغاية، وكان المفروض الساسة بالعراق يستفادون من هذه الزيارة وهذا الوضع الدولي المهم، لأنه اللعب على التناقضات الآن هي السياسة الحقيقية والفعل السياسي اللي ممكن أنه يحصل للعراق مصلحة، لأنه إحنا الآن جاي نشوف الكثير من الفضائيات الآن تدافع عن الخطاب الأمريكي.